التبرك التمسح بالأشخاص أو طلب البركة من بعض الأحجار، بعض الألبسة، بعض الخواتم. نعم. كايو بركات موبي شربت مو بزملي بمبيع لريكا جنجين. يعني بعض الناس يتمسح ببعض الأشخاص، يتمسح ببعض الأحجار. نعم. ببرو منوغلا كايو بركات لكا بح بكل منيع ريكا بكا بح تمور بسيسين. لا تضر ولا تنفع. البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نتبرك بأشياء ثبتت بالشرع، مثال الآن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن بركة، الحرف الواحد بعشرة حسنات إلى 700 ضعف. جن أجو بركات نو أوي دال الله سبحانه وتعالى بان براب نو كنون كتاب دو جي جن كاسود قرآن داوي موي هروفي بان داب بنتو. صلاة الجماعة بركة فيها 25 درجة. سنبه يان جماعة من بركات داوي مبهي براب ريكا مبهي بمبل درجة بنتو. الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي مثلا من الأئمة الأربعة، وضع الله سبحانه وتعالى في علمه البركة. لكن لا يمكن أن نتمسح بالقبور، نتمسح بجدران المساجد مثلا بالأحجار بالأشجار. ريكو مشات ريكو تنتيان تمو ريكو تمو غلاي ناسين مان لاي.